وكل ربي يزيد نعمة. أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيف حلقة اليوم. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن العنف ضد المرأة، أسبابه وكيفية علاجه، مع فضيلة الشيخ أحمد سنبل إمام وخطيب بجزيرة أسوان. أهلا وسهلا. أهلا بك، يا نورتنا وشرفتنا، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ أحمد. يمكن في الأونة الأخيرة شفنا ظاهرة يعني انتشرت بصورة كبيرة، وهي العنف ضد المرأة. نقول إيه أسباب وجود العنف ضد المرأة في الأونة الأخيرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح. أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه سم جناح. منك التكرم والتفضل والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه النبوي الشريف: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وكان يحب نساءه ويعاملهم بالمعروف. قال تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، استحللتم فروجهن بكلمة الله، وأخذتم مواسكهن بكلمة الله، فإنهن عوان عندكم، فاتقوا الله في الضعيفين، العبد والمرأة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر ويعامل أزواجه بالمعروف، فكان دائما في خدمة أهله. كان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله، وكان يرقى ثوبه، وكان يخصف نعله، وكان يعلف دابته. يقول تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالمرأة إذا كانت عاصية ناشزة، أي خارجة عن طاعة الزوج، أعد المولى تبارك وتعالى لها أساليب. أولا في الوعظ، بالوعظ بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك الهجر. والهجر ليس هي في مكان وأنا في مكان، الهجر يكون في المضاجع. قال تبارك وتعالى: واهجروهن في المضاجع. وهناك سورة في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك الضرب، ليس ضربا شديدا بعنف، ولكن ضربا غير مبرح، كما كان صلى الله عليه وسلم يضرب أزواجه، كان يضرب بالسواك، كان يضرب صلى الله عليه وسلم بالسواك، وكان يضرب بطرف جلبابه، وكان بينه وبين أزواجه رحمة ومودة وألفة. انظروا إلى السيدة عائشة رضي الله عليها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائش، كان يحنو عليها، وكان عنده رحمة تجاهها، وكان يقول: اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته بعائشة كان يتتبع مواضع شربها في الإناء ويشرب مكانه. وكانت السيدة عائشة رضوان الله عليها تمضغ السواك، وكان هو يمضغ السواك،
فتلحق السيدة عائشة وتمضغ السواك وراءه حتى يبتل ريق بريق رسول الله. عليه الصلاة والسلام. والمولى تبارك وتعالى أعطى للمرأة العاصية شروط: الوعظ والهدر والضرب، ولكن أعطى للرجل أساليب بأن يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها المولى تبارك وتعالى مثلما أعطى أسيا امرأة فرعون. وقال تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق اللي هو المهر، النحلة العطية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولكن هناك أساليب للعنف غير الضرب، ما هي؟ بأن يمسك الرجل زوجته ضرارا. قال تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. وهناك أيضا أساليب من أساليب العنف غير الضرب بأن يفشي سرها. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يفشي يقضي سره للمرأة، والمرأة تقضي سرها للرجل، ثم ينقل كل منهما الآخر، فهؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف. انظروا إلى مالك ابن أنس رضي الله عنه، كان قد تزوج امرأة من قبل أن يراها، فلما دخل عليها وجدها صمراء سوداء جرداء، فأخذ ركنا من البيت، فلما طالت الليلة عليها ذهبت إليه وقالت له: يا أنس، لا تحزن بأني صمراء، فرب شر قد يكون كامنا فيه خير. فدخل عليها يوما واحدا وذهب في رحلة 16 عاما، فرزقها المولى تبارك وتعالى بمالك. فلما رجع من الرحلة وجد شابا يلقي الدرس في مسجد رسول الله، فقال إنه مالك أبوه أنس تركه. فقال له: اسمح لي بالزيارة يا الشيخ. فسمح له فدخل، فقال له: كل أمك بالباب رجل يقول لك: لا تحزن بأني صمراء، فرب شر قد يكون كامنا فيه خير. فقالت له: أدخله فإنه أبوك. فهذا من الرحمة. لو كلمنا برضو نتكلم عن سبب العنف ضد المرأة، إيه اللي بيخلي الرجل يعني سبب العنف ضد المرأة؟ عصيانها وعدم وعدم تعاليم لها لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها استغفر لها الطير في الهواء، والسمك في الماء، والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها. فمن أسباب الضرب العنف، العصيان للزوج والعصيان لأمر الله. فإذا عصت المرأة زوجها فكأنما قد عصت ربها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: إذا أطاعت المرأة زوجها وصامت شهرها وحفظت فرجها وصلت خمسها قال الله لها: ادخل الجنة من الأبواب الثمانية إن شئت. بس احنا بنشوف يعني مش كل النساء بيكونوا يعني سبب العنف من الراجل ليهم ان هم ما بيتبعوش تعاليم الاسلام. في بعض النساء بيبقوا يعني كويسين برضو بيتعرضوا للعنف من الرجال، يعني في اسباب اخرى.
ولكن أسباب النفقة، أسباب الكسوة، أسباب كثيرة تؤدي إلى العنف تجاهها. ولكن الرجل يجب عليه أن يصبر، لأن الصبر، واصبر على ما أصابك، واصبر على الضراء صبر أولنها، لا يكشف البلواء إلا الله، سبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو الذي خلق الأشياء من عدم وكل شيء يسبحه ويخشاه. فيجب على الرجل أن يصبر، أن يصبر على الله. فضلت الشيخ اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا. نطلع مشاهدينا اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع فضلت الشيخ. أي الحسان الخيران، أي الحسان الخيران، حي العقول النيرات، حي الأنوثة في جناد المؤمنات العاقلات الداعيات إلى العلا الواثبات الناهضات. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وبنكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ أحمد سنبل إمام وخطيب بجزيرة أسوان، وكانت الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن العنف ضد المرأة. بنرحب بيك معنا مرة ثانية. الله يبارك فيك. الله يكرمك. فضيلة الشيخ، يمكن في البداية اتكلمنا عن سبب العنف ضد المرأة، ومن أحد الأسباب يعني بدل ما يكون في عنف بيبقى في يعني تعليم من الله سبحانه وتعالى في القرآن إن هو إزاي الراجل يعاقب زوجته لو هي عصته، من ضمنها الهجر. هو قال تبارك وتعالى: وهجرهن في المضاجع. فالهجر يكون في المضاجع، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا. فالهجر قال تبارك وتعالى: وهجرهم هجرا جميلا، عقاب للمرأة من غير أذى ومن غير تضرر من الرجل ومن غير إفشاء سر كل منهما الآخر. فهذا هو الهجر، ويكون في المضاجع. طب كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيتعامل بقى مع المرأة، وإزاي الرجال يتخذوه قدوة في التعامل مع النساء؟ كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه بالحسنى، كان لا يظلمهم، كان يرحمهم، كان يناديهم بأحسن أسمائهم، كان يقول للسيدة عائشة: يا عائش، وإذا غضب منها قال: يا عويش، وكان دائما في خدمة أهله، وكان يحنو عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة ابنته، كان يسميها بالريحانة ويسميها بالزهراء ويسميها بأم أبيها. فهذه كل هذه تعاليم من تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخدم أهله ويرقع ثوبه، وكان دائما في خدمة أهله. طب يعني نقول إيه للرجال اللي بيتعاملوا بالعنف مع النساء؟ يعني وصية للرجال الذين يتعاملون بالعنف، أقول لهم: اتقوا الله ولا تظلموا أنفسكم، وأحسنوا العشرة بين الأزواج، فإنهن عوان عندكم، واصبروا على أذاهم واصبروا عليهم، فإن الصبر على ما تكره فيه خيرا كثيرا. لو قلنا طب جزاء الصبر يعني على المرأة لو هي ناشز أو هي مثلا ما بتطيعش الزوج، يعني جزاء الصبر جزاء الصبر ازاي تعامل معها؟ يعني يتعامل معها بالحسنى وبالحلم وبالصبر، وإذا صبر عليها أعطاه المولى تبارك وتعالى خيرا كثيرا. انظروا، أحد الصالحين كان له صديق، فذهب لكي يزوره، فقابلته الزوجة مقابلة بذيئة، فقالت له إنه ذهب يختطف في الجبل. فذهب الرجل، قالت إنه ذهب يختطف في الجبل، يا ليته لم يرجع. فذهب صديقه إلى الجبل، فوجده يركب الأسد ويحمله حطبا. فقلت له: أنت تركب الأسد وتحمله حطبا؟ فقال له:
بصبري على سوء خلق زوجاتي سخر الله لي الأسد. يعني في ثواب مثلا، في ثواب جزيل من الطرفين بقى، نقول برضه من الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مسلما أعطى أيوب على بلاء، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها المولى تبارك وتعالى مثلما أعطى آسيا امرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ومن الصبر سبحان الحق تبارك وتعالى، يا من رد يوسف بصره بعدما ابيضت عيناه وشفى أيوب من بلاه وجعل الجنة لآدم مأواه، وهو القائل: واصبر وما صبرك إلا بالله. فضلت الشيخ، احنا في نهاية الحلقة بنشكرك وشرفتنا النهاردة. بارك الله فيك، يسر أمرك. مشاهدينا، وفي نهاية الحلقة بنشكركم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. شكرا وإلى اللقاء.